اول حاجه عايزه اعرف ايه اللي دفع حضرتك تشتغلي في الورد؟ والله اصلا انا بحب الطبيعه، بحب اي حاجه حلوه كده تبقى قدامي، فالزهور من الحاجات الجميله جدا الواحد بيعشقها. فاصلا لما كنت بره في اوروبا في السويد اخدت دبلومه فني تجميل الزهور، ولما جيت لقيت نفسي ولادي بحببهم في الزهور وفي الحاجات دي، فعندي ما شاء الله ولدين خريج هندسه ترميم اثار وتوأم. فمن كتر ما حببتهم فيه اول ما خلصوا راحوا عاملين المحل دوت واشتغلوا فيه، هم التجنيد بتاعهم على طول، فدخلوا الجيش الاثنين توأم، الاثنين دخلوا. بابا ما رضيش يعمل لهم كشف عيله وقال لا يخلصوا الجيش مع بعض ويقضوا خدمتهم العسكريه وخدمه الوطن وبعد كده يخرجوا يشوفوا حياتهم. احنا بنستعد لعيد الحب 4 نوفمبر ان احنا بنبتدي نزين المحل، بنحط حاجات تبين العلاقة في الحب اللي هي حاجة حمراء، الأحمر ده بيدل على الحب جدا، فبنحط قلوب، بنحط دببة، بنحط زينة من بره وكده، وبعدين بنجيب أنواع كتيرة من الزهور، بس أكتر حاجة بتخلص في اليوم دوت بيبقى الورد الأحمر، الورد البلدي يعني، البلدي الأحمر أو الورد الصوبة الأحمر او القرنفل الاحمر. فعيد الحب الورد بينزل اصلا غالي، فالورده بتنزل اصلا للمحل بتنزل بثلاثه باربعه، فلان بيبقى فيه صاحب مثلا عليها فبنبيعها بخمسه بسته حسب. والباقه بقى كل واحد حسب ما بيختار الورده اللي تعجبه، ففي طبعا بيبقى فيها لك كده بس. طب هي بتمشي يعني. وايه نوع الزباين اللي هما بيجوا لك؟ لا الزباين اللي هما دلوقتي بيجوا لي المتزوجين، يعني واحد مثلا عايز زعل زوجته الصبح وكده وعايز يروح اخر النهار بياخد لها بوكي وردي معاه وهو بيروح اعدادي وثانوي، عايز لمدرسته، عايز لصديقته، فبيجي ياخد ورده. اما البوكيهات وكده بتبقى للزوجه والمخطوبه والخطيبه.